طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. نحتفل هذه الايام بذكرى ثوره 14 من اكتوبر. في الحقيقه هي ثوره تستحق ان نحتفل بها العام كله دون ان نكل او نمل من الحديث عنها، ولا عن ابطالها، ولا عن الدور الذي لعبته في التاريخ الحديث بعد ان اعلن شرفاء الوطن رايه العصيان ضد المستعمر البريطاني. ثوره 14 اكتوبر هي واحده من اهم الثورات العربيه في زمن التحرر من الاستعمار. حملت الكثير من التطورات لجنوب اليمن فيما بعد طبعا، حيث تمكنت هذه الثورة من توحيد الجنوب بعد أن كان عبارة عن 23 سلطنة ومشيخة. كانت أهداف الثورة واضحة، الرجال لم يتركوا شيئا للصدفة، رتبوا الأولويات، وجاء أولها تصفية قواعد بريطانيا وإجلاء قواتها من أرض الجنوب دون قيد أو شرط، ثم أسقاط الحكم السلاطيني والذي يصنف بأنه رجعي، وإعادة توحيد الكيانات سيرا نحو الوحدة العربية والإسلامية على أسس شعبية. هذه أهداف الثورة. من ثم استكمال التحرر الوطني بالتخلص من السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية وإقامة نظام وطني على أسس ثورية سليمة يغير الواقع المتخلف إلى واقع اجتماعي عادل ومتطور، ومن ثم بناء اقتصاد وطني قائم على العدالة الاجتماعية يحقق للشعب السيطرة على مصادر ثرواته، ثم توفير فرص العمل والتعليم لكل المواطنين دون استثناء، إعادة الحقوق الطبيعية للمرأة ومساواتها بالرجل في قيمتها ومسؤوليتها الاجتماعية، بناء جيش وطني شعبي قوي بمتطلبات الحديثة تمكنه من الحماية الكاملة لمكاسب الثورة وأهدافها، انتهاج سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز بعيدا عن السياسات والصراعات الدولية. إذا انطلقت الشرارة الأولى لثورة 14 أكتوبر عام 63 من جبال ردفان بقيادة راجح لبوزة، وشنت السلطات الاستعمارية حملات عسكرية غاشمة استمرت 6 أشهر ضربت خلالها القرى والسكان الآمنين بمختلف أنواع الأسلحة، تشرد على إثرها الآلاف من المدنيين العزل، وواصلت القوات البريطانية هجماتها وغاراتها على ردفان ومستخدمة سياسة الأرض المحروقة. طبعا خلفت كارثة إنسانية فظيعة جدا، جعلت أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني يدين تلك الأعمال اللا إنسانية، ومع ذلك ازداد أهلنا في جنوب اليمن إصرارا على الثورة والخلاص. في 10 ديسمبر 63 نفذ خليفة عبد الله حسن عملية فدائية بتفجير قنبلة في مطار عدن في إطار الكفاح ضد الاحتلال البريطاني، وأسفرت عن إصابة المندوب السامي البريطاني تريفاسكس بجروح ومصرع نائبه جورج هندرسون، كما أصيب أيضا بإصابات مختلفة 35 من المسؤولين البريطانيين وبعض وزراء حكومة الاتحاد الذين كانوا يهمون بصعود الطائرة والتوجه إلى لندن لحضور المؤتمر الدستوري الذي أرادت بريطانيا من خلاله الوصول مع حكومة الاتحاد إلى اتفاق يضمن الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لها في عدن. كان لهذا العملية أثرها البالغ في إعاقة هذا المؤتمر، وهي البداية أيضا التي نقلت الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني من الريف إلى المدينة. في 11 ديسمبر 63 صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحل مشكلة الجنوب اليمني المحتل وحقه في تقرير مصيره والتحرر من الحكم الاستعماري البريطاني. في عام 65 اعترفت الأمم المتحدة بشرعية كفاح شعب الجنوب طبقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في 7 فبراير 64 دارت أول معركة للثوار اليمنيين، استخدموا فيها المدفع الرشاش في قصف مقر الضابط البريطاني في ردفان لحج. وفي 3 أبريل 64 شنت 8 طائرات حربية بريطانية هجوما عدوانيا على قلعة حريب في محاولة للضغط على الجمهورية العربية اليمنية لإيقاف الهجمات الفدائية المسلحة التي يشنها فدائيو الجبهة القومية من أراضيها. وفي 28 أبريل 64 شن مجموعة من فدائي حرب التحرير هجوما على القاعدة البريطانية في الحبيلين ردفان. تاريخ طويل لو سردنا هذا فقط للتذكير، لأنه هناك ثورة حقيقية وكان هناك كفاح رائع يستحق الوقوف أمامه بالشكر والعرفان والتقدير لأولئك الأبطال
الذين قادوا هذه الثورة وأسهموا فيها وضحوا فيها بأرواحهم بدمائهم بكل ما يملكون. سنناقش تفاصيل كثيرة ما يتعلق ب إلى أين وصلت الثورة؟ هل حققت أهدافها؟ ما هل هناك تراجع؟ هل هناك تقدم؟ معضي فيه هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي المرموق فتحي بلزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. وأبدأ معك النقاش ولكن بعد فاصل قصير. كونوا معنا. قامت الثورة في جنوب الوطن اسمها 14 أكتوبر ضد الاستعمار والمد السلاطيني. وقامت الثورة في الشمال 26 سبتمبر ضد الإمامة والتخلف والكهنوت الرجعي. وكانت الثورة متلازمة سبتمبر وأكتوبر. كل أبناء الجنوب كانوا بيدافعوا عن ثورة سبتمبر الشمال. هو الثورة اليمنية شمالها وجنوبها في الشرق الجنوبي يعود الفضل بالدرجة الأولى لرجال 26 سبتمبر أين ما كان. وكان أبناء الشمال إلى جانب إخوانهم في جنوب الوطن. وكان كلنا ثقة طالما صنعا ورانا سننتصر بعدم. لا يمكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون استقرار في ظل كيانين، لابد أن يكون كيان واحد. أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام وأرحب بك ضيفي العزيز فتحي بلزرق. و كيف ترى ثورة 14 أكتوبر اليوم؟ أولا أنا سعيد بالاستضافة الكريمة في قناتكم الكريمة. ثانيا ونحن بعد أكثر من 55 عام على ثورة 14 أكتوبر المجيدة، هذه الثورة العظيمة التي حققت لجنوب اليمن استقلاله العظيم عن التاج البريطاني، والتي جاءت نتاج كفاح طويل ومرير تشاركت فيه أطياف الشعب اليمني. ثورة 14 أكتوبر لم تكن ثورة خاصة بجنوب اليمن فقط، بل كانت ثورة تشاركت فيها كل أطياف المجتمع اليمني، من صنعاء، من تعز، من الحديدة، من إب، من مأرب، من حضرموت، من أبين، من شبوة، من الضالع، من ردفان. تشاركت كل القوى السياسية اليمنية يومها لأجل الخلاص وتحرير جنوب اليمن. كانت الثورة في منطلقها الأساسي هي أمام جنوب مجزأ مقسم الأوصال بين أكثر من 32 سلطنة ومشيخة في جنوب اليمن، وانتهت. وربما الفضل، ربما الإنجاز الأكبر الذي حققته ثورة 14 أكتوبر أنها وحدت أكثر من 32 سلطنة ومشيخة ضمن كيان سياسي جمهوري مجتمعي واحد. توحد الجنوب في 30 نوفمبر 1967 وتحول من 32 أو أكثر من 32. كانت طبعا هذه المشيخات والسلطنات لديها علم وجواز وحدود. بالضبط. كانت الجنوب مقسمة الأوصال لدرجة أنه عدن نفسها جزء ولح، كانت جزء زنجبار، جزء أبين نفسها كمحافظة كانت حوالي جزئين أو ثلاثة أجزاء، شبوة عدة أجزاء، حضرموت عدة أجزاء، الماهرة، الضالع، كل المناطق هذه كانت مقسمة إلى أجزاء كبيرة. ثورة 14 أكتوبر نقلت الناس في جنوب اليمن من وضع الكيانات الممزقة إلى وضع الدولة القوية. وفعلا الدولة التي أنشئت في جنوب اليمن رغم بعض الأخطار، رغم بعض الممارسات السيئة، رغم بعض الهفوات، إلا أنه لا يمكن الإنكار أن الدولة التي كانت أو التي أقيمت بعد 67 هي دولة، كانت دولة قوية، دولة حاضرة، دولة أوجدت حضورها على المستوى الدولي والمحلي والإقليمي. وهذا ناتج من نتائج ثورة 14 أكتوبر. حينما نقف اليوم بعد سنوات طويلة أو بعد عقود من هذه الثورة،
أعتقد أننا في جنوب اليمن أو في اليمن بشكل عام لازلنا بحاجة إلى استحضار مبادئ ثورة 14 أكتوبر. هل أهداف تحققت ثورة 14 أكتوبر؟ هل تحققت؟ هل تراجعت هذه الأهداف؟ هل نعاني ارتكاسة؟ نعم، بطبيعة الحال ليست ثورة 14 أكتوبر هي من انتكست أو أخفقت في الكثير من الأهداف. أيضا هناك ثورة 26 سبتمبر أيضا تعرضت لانتكاسة. اليمن اليوم بشكل كامل جنوبا وشمالا وشرقا وغربا تعاني حالة من الانتكاسة. نحن بحاجة أعتقد، ونحن نقف اليوم في ذكرى ثورة 14 أكتوبر، ووقفنا قبل شهر أيضا في ذكرى 26 سبتمبر، أعتقد أننا بحاجة كيمنيين نقف الاستلهام دروس عبر هاتين الثورتين. اليمن اليوم بحاجة إلى استحضار حقيقي لروح ثورة 26 سبتمبر، استحضار حقيقي لروح 14 أكتوبر، استحضار حقيقي لكل الأهداف التي شملتها الثورة. واحدة من أهم الأهداف ربما كان آخر ما تحقق في أهداف الثورة هو تحقيق الوحدة اليمنية. هذا هدف كان بالضبط يعني موضوع على رأس الأهداف في ثورة 14 أكتوبر وثورة 26 سبتمبر. اليوم البعض ربما يدفع بأنه هناك خطر على الوحدة أو خطر على اليمن. هل الوحدة كانت عبارة عن اتفاق سياسي؟ يعني نتحدث عن 23 سلطنة توحدت تحت مسمى بالضبط جمهورية اليمن الديمقراطية. الثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر نصت بوضوح منذ اللحظة الأولى أن الهدف الأسمى للثورتين هو توحيد جنوب اليمن وشماله. ورغم حالة الصراعات السياسية التي تلت هذه الثورتين في الشمال وفي الجنوب، إلا أن كل السياسيين كانوا يتفقون أن الخطوة الأسمى في النضال اليمني كانت هي تحقيق الوحدة اليمنية، وصولا إلى العام 1990 وهو عام تحقيق الوحدة اليمنية. لكن هذا رغم عظمة الوحدة اليمنية، رغم عظمة الهدف، هذا لا يعفينا من الإيضاح أن الوحدة ربما ارتكب باسمها بعض الأخطاء بعد 94، بعض الممارسات السيئة التي أجحفت بحق الوحدة وربما أضرت بشكل كبير بالوحدة بشكل عام. لكن تظل الوحدة العادلة، الوحدة السليمة، الوحدة التي تحفظ كرامة الناس، الوحدة التي تؤمن بالمساواة والعدالة بين الناس، هي هدف سامي لكل الناس. اليوم ونحن نقف أمام اليمن أو وضع اليمن، لا أعتقد أن النظرة فيما يخص الانفصال أو الوحدة أو الحركة الحوثية أو الأطراف السياسية بشكل عام، أعتقد أنه بات واضحا أنه اليمن لن تنقسم أبدا بالمطلق إلى شطرين مثل ما كانت، بل المشروع الحاصل أو الصراع الحاصل ربما سيشرذم اليمن إلى مربعات، ربما أكثر من مربعات السلطنات. وبالتالي فنحن لسنا مع نموذج وحدة 94 بأخطائها الكارثية وممارساتها الظالمة. أيضا نحن لسنا مع شردمة اليمن بسبب ادعاء بمظالم أو خلاف، نحن مع نظام سياسي عادل يحفظ لليمنيين بشكل عام مشاركة سياسية متساوية، عدالة مجتمعية، تنظيم للحقوق والواجبات بما يحفظ اليمن، بما يحفظ كرامة اليمن، بما يحفظ كل القوى السياسية، كل أطراف. من الذي ينادي بالانفصال اليوم؟ الانفصال ربما هو انطلق في 2007 وكان نتاج كانت مطالب حقوقية ربما لا هو حقيقة، يعني الجنوب ظلم بعد 94 وهذا أمر لا خلاف فيه. صح، الحراك انطلق، الحراك انطلق في البداية كما مطالب حقوقية مشروعة، الجميع كان لم تستجب لها السلطات، ربما تصاعد المطلب. نحن حاليا لسنا في صدد السرد التاريخي لأنه الناس كلها تفهم كيف بدأ الحراك وكيف انطلق. لكن في الأخير هذه القضايا لو طرحت على الطاولة هي قضايا حقوقية يمكن حلها. بالضبط، هي قضايا حقوقية وسياسية، مشاركة في السلطة في الثروة، يعني لها حل. ليس الحل أنه اليمن يتشظل. بالضبط، هل في مصلحة أي طرف من الأطراف التي تنادي اليوم بالانفصال؟ أو يعني الحوثي اليوم هو يريد فقط قطعة من الكعكة كما يقال،
يأخذها ويحكم فيها وانتهى الموضوع ويأخذ مواردها. هل هناك رغبة لدى الأطراف الأخرى المنادية بالانفصال لتكوين كانتونات صغيرة على غرار ما يفعله الحوثي؟ الحرب الأخيرة أو الحرب الدائرة في اليمن كشفت لنا مثلا في جنوب اليمن أن هناك صراع جنوبي جنوبي، هناك تباين جنوبي جنوبي. مطلب الانفصال مطلب ليس الكل مع الانفصال حاليا في جنوب اليمن. هناك مشاريع متعددة، هناك ناس يدعو إلى استمرار الوحدة، هناك يدعو إلى مشروع تطبيق الأقاليم، هناك أيضا ناس يطالبوا بالانفصال. كل هذه المشاريع للأمانة تحترم، لكن نحن اكتشفنا في جنوب اليمن أنه لدينا نحن في الجنوب نفسه بعيدا عن الشمال لدينا صراعاتنا الكبيرة، لدينا مآسينا القديمة التي تم استحضارها للأسف الشديد، لدينا الكثير من النتوءات التي لن تسمح أساسا بتنفيذ مشروع الانفصال. الجنوب نفسه يعاني إشكالات كبيرة، هو الذهاب إلى الانفصال في ظل هذه الظروف وفي ظل هذا الوضع وفي ظل حالة التوتر في مخاطر والانقسام في حالة من التشرذم، الجنوب لن ينفصل ككتلة، لكن في حال تطبيق الانفصال في ظل هذه الظروف في ظل حالة التناحر الموجودة جنوبا فنحن أمام حالة كبيرة من التشرذم. أحدثك اليوم وعدن يسيطر عليها طرف جنوبي، وشبوة يسيطر عليها، وشبوة وأبين يسيطر عليها طرف جنوبي آخر، حضرموت يسيطر عليها طرف ثالث، المهرة يسيطر عليها طرف رابع. إذا نحن أمام جنوب مقسم إلى كانتونات. طب هل نحن بحاجة في الجنوب أساساً لنفترض حوار أنه جنوبي جنوبي؟ لنفترض أنه الأمور سارت على هذا الاتجاه، هل الأطراف الموجودة يعني ستحتفظ بما لديها ويستقر الأمر، أم أن الأمور مرشحة أيضاً للصراع والتناحر؟ ما حصل في عدن قبل شهر ونص أوضح أن الحوار بلغة البندقية ربما هو الأكثر طغيانا والأكثر حضورا. هناك حديث عن التصالح والتسامح، حديث عن قبول الآخر، لكن على الواقع للأسف شديد لا وجود له على أرض الواقع. هناك صراع بين مكونات سياسية جنوبية، صراع بين مكونات عسكرية وأمنية، صراع كبير ومرير للأسف شديد. وبالتالي نحن بحاجة في اليمن إلى تسوية تشمل اليمن بشكل عام، لا تظلم الجنوب، لا تظلم أهل الجنوب، أيضا لا تظلم الشمال، لا تظلم كل المناطق. هذه التسوية في حال ما أنجزت لماذا بشكل لماذا صحيح لا يوضع أنا هذا الكلام ممكن يكون في الدستور أفضل. يعني أنه الأمور توضع هكذا، يعني ليست تقاسما، السلطة ليست تقاسما، افترض أنه يكون في معايير للكفاءة وللكذا. هذه مسألة الانتخابات المحلية وانتخابات المحافظين، هذه تضمن أيضا أنه الكل يكون موجود في السلطة. بالضبط. بالنسبة للحكومة نفترض أنه المعيار الكفاءة هو الأفضل ولا بأس أن يتنافس فيها الجميع. طبعا الأطراف تتحدث عن مشاريع سياسية مختلفة، من بين المشاريع التي تطرحها مشروع الأقاليم أو مشروع مخرجات مؤتمر الحوار، هذا واحد من المشاريع السياسية المطروحة على الطاولة. لكن هل المشروع أساسا ربما يلبي تطلعات الناس؟ هنا يجب أن يحال للشعب لكي يختار. هناك مشاريع أخرى مثلا أنه كل محافظة تحكم نفسها إداريا ماليا أمنيا، هذا أيضا من المشاريع التي ممكن أنها تقبل في إطار السلطة المحلية، في إطار الحكم المحلي، في إطار السلطة المحلية كاملة الصلاحيات. أنا أجزم لك أنه مشاعر الناس في الجنوب حاليا هي تبحث عن دولة. في الأخير المواطن في صنعاء، في عدن، في تعز، في المكلا، في أي مكان، هو الدولة ما أو الوطن ما هو بالنسبة له؟ الوطن هو دولة تحترمه، توفر للخدمات، توفر للمعيشة، تحمي، توفر التطبيق. أحيانا الناس يريدون فقط الحماية والأمن، يعني الناس في الجنوب وفي تعز أكثر ما يمكن أن تقدمه الدولة. بالضبط. المشروع السياسي الذي سيملك قدرة توفير حضور الدولة، حضور مؤسسات الدولة، حضور ماهية الدولة ورواتب الناس، خدماتها، هو المشروع الذي سيلاقي قبول لدى الناس. أنا أعطيك مثلا عدن حتى اليوم منذ أربع سنوات وعدن غير آمنة، رغم وجود الكم الهائل من المدرعات والأطقم والجنود والدفعات الأمنية، لم تستطع كل هذه القوة الهائلة توفير الأمن في عدن. لماذا؟ عظيم.
لأن هذه القوات أساساً هي ليست قوات دولة أو مؤسسة دولة، ولم تبنى بشكل صحيح، ولا تنتسب أساساً لشكل حقيقي للدولة. بالتالي هناك بعد مناطقي في الموضوع، بعد مناطقي سياسي حزبي قهوي موجود، وهذا أمر لا يخفى على أحد. بالتالي الوضع الذي عاشته عدن خلال 4 سنوات وأبين ولاحق والمناطق المحيطة بها أثبت للناس، حتى اليوم أثبت للناس أنه لا بديل عن الدولة، والدولة ليست بالضرورة أنها الشرعية أو المؤتمر أو الطرف السياسي معين. لا لا، الدولة هي مؤسسات تتشكل من كل الناس وفق نظام جمهوري حقيقي سياسي متوازن متعادل، هذه هي الدولة. أما أن تأتي مثلا بمؤسسة أمنية وتشكلها من أبناء قرية معينة أو مؤسسة رئاسية وتنسبها إلى حزب أو جماعة تبع طرف من الناس، فهذه لن تكون أساسا معبرة عن الناس. يعني الشرعية منظومة عندها الكثير من الأخطاء والكثير من الاختلالات. أيضا منظومة الانتقالي والمنظومات الأخرى اللي موجودة في عدن عندها الكثير من الاختلالات. بالتالي كل الأطراف أو كل الناس باتت تبحث عن حضور الدولة، متى حضرت الدولة بمؤسساتها بسيادتها بحضورها بشكلها الحقيقي. ولماذا لا تحضر الدولة؟ لماذا لا تحضر الدولة؟ للأسف الشديد لو أخذنا عدن كنموذج، عدن غابت فيها الدولة منذ الحرب. المناطقية تؤثر على مسألة الدولة؟ هل يمكن أن تكون رجل دولة وأنت تفكر بأسلوب مناطقي؟ هل يمكن أن تكون رجل دولة وأنت تفكر بأسلوب طائفي؟ في الأخير النزعات العصبوية والطائفية هي موجودة في كل المجتمعات، لكن الدولة هي الحكم. بالضبط، الدولة هي من تقمع السلوك المناطقي أو القهوي أو الطائفي في رأس أي مسؤول أو حزب أو مؤسسة. لكن في غياب الدولة يطغى. ما حدث في العراق، التقسيم الذي حدث في العراق بسبب غياب الدولة على أسس مناطقية وعلى أسس طائفية كان شيء يعني فتح باب جهنم على العراقيين، وحتى الآن يدفعون ثمن هذه التقسيمات، وهناك عداءات وهناك ثارات. يعني الموضوع يتعلق أيضا بشخصية رجل الدولة. رجل الدولة لا يتعصب إلا للكفاءة، ولا يتعصب إلا للمعايير العالية والمهنية، ليس للمنطقة أو للبعد السياسي أو للبعد الطائفي. أنا أقول لناس، وقلت ناس كثيرين، قلت لهم هذه الحرب التي حدثت في اليمن رغم الأضرار البالغة التي تسببت بها لليمنيين، إلا أنها للأمانة، وهذه حقيقة، يعني للأمانة أعطتنا دروس كبيرة. صحيح. الانفصال أو الحراك أو مشاعر الحراك والانفصال والوعود الوردية كان يجب أن تطبق على أرض الواقع، لكي يفهم الناس أنه هناك في فرق بين المشروع الوردي الذي على الورق وبين المشروع الحقيقي. الإصلاح أيضا بعد 2011 سيطرته على الدولة كان بحاجة أنه يضع مشروع على الأرض لكي يفهم الناس أنه هل هالمشروع قابل للتطبيق وقادر على إدارة الدولة أم لا. أيضا الحوثي وسيطرته على الدولة. الكل كان يرفع شعارات ربما كل هذه المشاريع تنسخ من كتاب واحد. بالضبط، كل هذه المشاريع كانت بحاجة إلى التطبيق الفعلي على الأرض. خلال 4 سنوات أو وإحنا داخلين في الخامسة وقبلها فترة حكم الإصلاح في 2011 كانت الناس بحاجة أنه تلامس هذه المشاريع الأرض لكي تتأكد أنها صالحة للتطبيق ولا لا. الحراك فشل في موضوع إدارة الدولة، وهذه حقيقة. يعني التيارات المطالبة بانفصال سيطرت على عدن منذ 4 سنوات وحتى اللحظة فشلت فشل ذريع جدا. الحوثي في صنعاء حول صنعاء 1400 سنة إلى الخلف، وهذا أمر لا خلاف فيه. الإصلاح قبل الطرفين أدار الدولة من 2011 إلى 2015 شردمها وقسمها وعمل أشياء كثيرة. إذن ثم عاد اللعب الآن دور مزدوج. إذن نحن كيمنيين بحاجة إلى حوار سياسي يفضي إلى مشاركة حقيقية لكل الأطراف. لا نريد إقصاء لا للحراك لكن لا للإصلاح لا للمؤتمر. لماذا دائما توضع يعني مسألة إن لم تكن معي فأنت ضدي؟ لا، يصنفك مثلا أنك يعني مثلا في الانتقال يصنفك أن أنت إخواني أو إصلاحي مثلا تبع الإصلاح، مجرد أنك تختلف معه. بالضبط، الإصلاحي مجرد ما تختلف معه يصنفك على أنك حوثي. بالضبط، والحوثي صنفك وهكذا يعني، والحوثي صنفك أنك داعشي. صحيح، هذه مشكلتي. يعني هل متى سيصبح من حق المواطن يقول له يعني يقول لأي سلطة
أنا من حقي أعيش وأنا لا أقبلك. أنا أعطيك أمثلة بسيطة مثلا. يعني أنا لست مع كذا ولكني أيضا لست معك. أعطيك أمثلة بسيطة. كل المعارضين للحوثي في صنعاء هم إصلاحيين، يعني هم التهمة دواعش هم أيوة هم التهمة الجاهزة لهم أنهم دواعش إرهابيين إصلاحيين. كل وخونة وعملاء مرتزقة بالضبط. كل المعارضين للانتقال في عدن هم إخوان، وما ورغم أنهم يعني مش إخوان بس خلاص التهمة جاهزة أنهم إخوان. فبالتالي هناك طرف يمني ليس مع الإصلاح وليس مع الحوثي يعني وليس مع الانتقال. لو وضع استفتاء هو في ورطة. لو وضع استفتاء عام أمام الشعب اليمني هل سيختار أي طرف من الأطراف الموجودة برأيك؟ لا أعتقد، لكن أي طرف من الأطراف الموجودة يمثل اليمن؟ ما أعتقد الموجودة على المشهد. لا الإصلاح ولا الحوثي ولا الانتقالي يعني ولا الشرعية يعني ولا الشرعية أساسا الشرعية يعني لو كانت شرعية للأسف الشديد معتدلة كان. لو أن الشرعية اشتغلت صح منذ اللحظة الأولى سقوط صنعاء بشكل منظم بشكل مرتب ما كنا وصلنا إلى الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم في 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 عدن وفي اليمن بشكل عام. هي الشرعية هي التي فتحت المجال للأطراف الأخرى أنها تعبث أوصلتنا إلى هذه النتيجة للأمان. بالتالي إخفاقات الانتقالي وعبثه وإخفاقات الحوثي وعبثه وإخفاقات الأطراف الأخرى هي نتاج لغياب الدولة الأساسية. إحنا احتجنا للأمانة، سقطت الدولة في 2011 والفراغ الذي وقع منذ 2011 وحتى اليوم للأسف شديد لم يستطع أي تيار سياسي أنه يملأ هذا الفراغ. وبالتالي نحن بحاجة للدولة، حضرت الدولة، حضرت مؤسسات الدولة، نحن نستطيع أن ندير اليمن وأن لكن هناك مستفيدين من غياب الدولة. من أكيد. من المستفيد الأول برأيك؟ أولا الأطراف الدولية للأمانة. اليمن صارت مستباحة لكل الأطراف، صار عندنا الإمارات، السعودية، السودان، وربما بعد سنوات نجد جنسيات مختلفة تعبث باليمن. هذه حقيقة لا يستطيع إنكار أي شخص. هذه الأطراف لها مصالح، لا يوجد أي طرف دولي يعتب ما مصلي الله وطالب مغفرة. بالضبط، لا يوجد طرف دولي يدخل أي دولة حبا أو سواد عيون الناس، لا بالعكس. الإمارات لها مصالحها، السعودية لها مصالحها، كان كل الأطراف هذه لها مصالحها، 8.7 مليار إيران أيضا لها مصالحها. يعني لا في مؤتمر المانحين كان اليمن يحتاج إلى 8.7 مليار دولار للنهوض الاقتصادي. اليوم صرفت المليارات لكن لا تصدق هذا الكلام. في مؤتمر المانحين كل الحديث عن المعونات المقدمة لليمن أتحدث عن ما قبل الحرب. قبل الحرب ممكن كنا نحتاج إلى 8.7 مليار دولار للنهوض باليمن. صرفت دول التحالف على الحرب هذه ربما أكثر من 100 مليار أو ربما 1000 مليار. يعني التصرفية البالغة والمخيفة التي صرفت دول التحالف على حربها في اليمن والله هنا كانت كافية أن تعيد أن تجعل اليمن واحدة من أفضل دول الخليج أو دول المنطقة العربية بشكل عام. لكن للأسف الشديد هي صرفت في قصف اليمن وتدمير المدارس والبنى التحتية وزرع الخلافات ودعم الجماعات المسلحة في الجنوب في كل مكان. المدرعة الواحدة التي يدفع قيمتها التحالف، المدرعة الواحدة هي بقيمة محطة 1 ميجا أو 2 ميجا، مدرعة واحدة التي تضرب بآلي والتي تحرق بولع. يعني اليمن كنا محتاجين للأمانة كنا محتاجين، لسنا محتاجين للحرب لكن كنا محتاجين قبل الحرب لتنمية. إلى تنمية، يصبح الناس لديهم إلى دعم مصالح. اليمن إلى إعفاء المغتربين من الرسوم، إلى مساعدة الناس، إلى النهوض بالموانئ. لكن للأسف شديد الخليج أدار ظهره لليمن، هذه حقيقة. أتمنى أن تتسع صدوركم لها. أنا لا مشكلة لدي لكن أتمنى أن تتسع صدور الآخرين الذين يسمعون. أما أنا فأتمنى أن أكمل هذه النقطة، تطرح كل الأفكار على الطاولة وللنقاش. بالضبط، أتمنى أن أكمل هذه النقطة. اليمن هي بحاجة للأمانة، بحاجة إلى التنمية أكثر من الحرب، بحاجة إلى إصلاح ذات البين أكثر من التفرقة والصراع السياسي. عدن حررت وكانت لدى دول التحالف فرصة أن تجعل من عدن مدينة قابلة لكل اليمنيين، لكل الاستثمارات، لكل الناس المهجرين.
كذلك مارب عدن. مارب أيضا حضرموت شبوة أبين حتى المناطق الكثيرة بالعدي. هذه كانت فرصة أن التحالف يفرض يثبت لليمنيين في المناطق الأخرى أنه قادر أن يقدم نموذج يحترم أو يحتذى. ألا تعتقد أن هذه واحدة من أهم الأسباب التي تجعل اليمنيين يعني في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي ربما يتراجعون خطوات إلى الخلف عندما يفكرون بالقيام بعمل؟ يا أخي أنا أعرف أسر من عدن سافرت من عدن وتعيش حاليا في صنعاء فقط لسبب بسيط أنها آمنة فقط. كان يفترض وينتظر أنه بعد تحرير عدن أن كل اليمنيين حقوا إلى عدن فتم تشغيل المصانع والمشاريع الاستثمارية وتتسع المدينة للناس بحيث أنه نقول لليمنيين في صنعاء أنه هناك نموذج حقيقي لدى التحالف والشرعية. لكن للأسف الشديد صنفت الناس، عدن لم تتسع لليمنيين أولا، طردت الشماليين بشكل عام، ومؤخرا طردت كل الجنوبيين ولم يعد فيها إلا فصيل واحد. وأنا أخشى حتى فتح بالأزرق أخشى غدا أن عدن لن تتسع حتى للفصيل ذاته. فعن أي نموذج يتحدث التحالف عن مناطق يعني نفهم له لا يوجد مشروع لدى من يقود المشهد لا يوجد أي مشروع. المشروع البائس يعني الموجود اللي في عدن مشروع بائس ويعني حتى والله كبير علينا نسميه مشروع قرية، يعني مشروع سيء جدا. بالتالي النصر على الحوثي بهذا المشروع والله مستحيل ولو بعد 15,000 قرن. لا تصدقش انه حد يعني يملك قدره الانتصار على الحوثي بوفق هذا، لانه لم يقنع الناس. ما في مشروع اساسا، لا يوجد ما في مشروع. لو ان المشروع ادير بشكل صحيح انا اضمن لك كان الحوثي لن يستغرق شهر او شهرين ويسقط. ليس تتحدث الحوثي ليس قوي من مشروع لديه، لكن لديه الحوثي قوي لان الطرف الثاني ضعيف. صحيح الطرف الثاني مشتت، ليس محبوبا الحوثي لكن هناك أيوة أحقاد، هناك ثارات في المناطق الأخرى. الحوثي استغل الفشل الحاصل في المناطق المحررة. الحوثي استغل كل الإخفاقات الموجودة كرسها لصالحه. الحوثي ليس لديه مشروع، هذه حقيقة، لكن الطرف الثاني أيضا ليس لديه مشروع. هل المشروع الآن الأكبر يدار برأسين؟ كيف؟ يعني الطرف المواجه للحوثي هناك من يقول أنه يدار برأسين وهي واحدة من ليس برأسين المشكلة. الآن الشرعية بدأت كمشروع بعد تحرير عدن على أساس أنه التحرير إلى صنعاء والمشروع سعادة الشرعية. هل عادت الشرعية أساسا إلى عدن؟ لم تعد. الرئيس يعيش في الرياض، الوزراء ما بين الرياض وأسطنبول والقاهرة. هل عادت مؤسسة الدولة؟ أمانة كأنك في فيلم، يبنوا المؤسسة في شهر واحد وينهبوها في شهر سبعة، يرجعوها في شهر 12 وينهبوها شهر ثلاثة. يعني الحاصل في عدن شيء مخجل، وأنا أتوقع حتى مثلا وفق النتوءات الحاصلة والصراع حتى لو وصلوا إلى اتفاق في جدة، هذا الاتفاق الأخير في ظل حالة الصراع الحاصلة لا أتوقع أنهم يصلوا إلى نتيجة. لأنه لكن سمعنا عن بوادر أنه هناك انفراج في الأزمة بعد تسوية جدة أو تفاهم جدة، لن نقول تسوية. طبعا اتفاق جدة بحسب ما اطلعنا انه يتضمن عودة الحكومة الشرعية والرئاسة والبرلمان الى عدن. لكن يظل الحزام الامني موجود. لا الحزام يتحول الى قوة تابعة لوزارة الداخلية. المبادئ العامة للاتفاق جدة ايجابية للامانة. تمام. ويمكن البناء عليها. يعني في تفهم. لكن هل ما مكتوب على الورق يمكن ان ينفذ؟ انت دائما تقرا اشياء وردية. صحيح. في الحياة. مثل القوانين. قوانين جميلة لكن لا تطبق. مثل خطابات سياسيين جميلة جدا ومزدهرة لكن على الواقع. والبرامج الانتخابية. والبرامج الانتخابية. نحن أمام برنامج انتخابي في جدة. جميل جدا في بنوده ويشمل تسوية سياسية. هل يمكن أن تنفذ؟ لكن هل سينفذ أساساً؟ نفذ بنفس الوجوه. يعني برأيك يعني هل الحل يأتي بنفس أصحاب المشكلة؟ هناك أزمة لدى البعض، لدى بعض القيادات. لا يمكن أن يتم التصحيح. أنا أتفق بذات الوجوه. أنا أتفق مع يعني لماذا لا يعطوا مثلا فسحة من الوقت؟ هم عملوا هذا الإنجاز شكرا وبارك الله فيهم، يعطوا التنفيذ لأناس آخرين. لا أنا أتفق مع جزئية أنه الشرعية يجب أن يتم إصلاحها من الداخل، هذا أمر لا خلاف. تمام.
يدخل المؤتمر، يدخل الحراك، تدخل الانتقالي، لكن في ظل إطار الجمهورية اليمنية. مش معقول أنك تكون وزير مثلا وزير التربية والتعليم وأنت تقول ثورة ثورة يا جنوب، وأنت تبع وزير التربية والتعليم الجمهورية، يعني نكون عقلانيين. سفراء لديك سفراء. نكون عقلانيين ويعني نحترم كثير الجمهورية اليمنية نحترم عقول الناس. أنت حابب تدخل الحكومة وحابب أنك تكون جزء من الحكومة، يجب أن يكون مشروعك السياسي هو نفس مشروع الحكومة. يعني لأجل مثلا أننا ننتصر على الحوثي أو أننا مثلا نسعى إلى إلى نجاح. لكن هل اعترض أنصار الانتقالي على هذه التسوية؟ يعني البعض يقول أنه فيها تراجع عن المبادئ وتراجع في الأخير عن الأهداف. في الأخير وهذه أمر يعرف قيادة الانتقالي، هناك في الجنوب أو في التيارات السياسية أمر عدم مخالفة الطرف الممول أو المتحكم. الانتقالي في الأخير إذا وافق الطرف الذي أعلى من الانتقالي فالاتفاق سيمضي. الطرف الأعلى من الانتقالي رفض الاتفاق، اتفاق لن يمضي. لا يوجد هناك قرار سياسي. مشاكل اليمن ليست من داخله، هذه حقيقة. كل الشرعية اليمنيين لو أعطوا فرصة ممكن يتفاهموا وممكن يتنازلوا. هذه نقطة مهمة. بعد 4 سنوات من الحرب أنا صرت على اقتناع تام أن الحوار السياسي اليمني دون تدخل خارجي يمكن أن يفضي إلى حل. إذا جلس الحوثيين والشرعية والحراك والانتقالي والأطراف المستقلة في طاولة حوار دون أطراف خارجية، فأنا أضمن لك أنهم خلال أسبوع ربما يوصل إلى التسوية السياسية. لكن للأسف الشديد الحوثي لديه طرف إيران، الشرعية لديه طرف السعودية والتحالف، وكل طرف للأسف الشديد عنده مشاكل إقليمية أكبر من اليمن نفسها، فبالتالي اليمن تصبح ضحية لحالة الصراع هذه. لا. لكن إذا مثلا هذه الأطراف تركت لها فرصة الوصول إلى التسوية السياسية، أقسم لك بالله سيصلوا في وقت لا يتوقع أي شخص، لأنه أساسا كل الأطراف منهكة. الحوثي منهك والشرعية منهكة والأطراف التائهة في عدن ليس لديها أساسا مشروع وهي منهكة، فكل الأطراف ممكن أن تصل إلى التسوية السياسية. والأمان نحن بحاجة في اليمن إلى صوت وطني ثالث يقول لا للشرعية، صوت معتدل يقول لا للشرعية ويقول لا للحوثي، ويحاول أنه يقرب الطرفين ويعلي صوت الناس. بالضبط، هذا شيء لا خلاف عليه. إذن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود للنقاش. نحتفل بذكرى ثورة 14 أكتوبر في ذكرها 56 التي جاءت بعد معاناة مريرة وكفاح طويل، لتعيد هذه الثورة الخالدة للوطن والشعب حقه في الحرية والاستقلال، وتستكمل مسيرة الخلاص الوطني من الحكم الإمامي الرجعي المتخلف، لتتجسد واحدية الثورة اليمنية وانتصارها بنيل الاستقلال في 30 نوفمبر 1967. عبر المناضلون الأبطال في جنوب الوطن ومن على قمم جبال ردفان بإرادتهم الكبيرة وشجاعتهم الجسورة طريق الحرية والاستقلال والكرامة، أثبتوا أن إرادة الشعوب حين تعلن الثورة على الإذلال وتنتهج طريق الحرية فأنها لا بد أن تنتصر ولا بد لإغلال السجان أن تنكسر. ثورة 14 أكتوبر ثورة غيرت حياة اليمنيين ونفضت عنهم غبار الاستعمار ومخلفاته، ومثلت امتدادا طبيعيا لثورة 26 سبتمبر التي قامت في شمال اليمن ضد الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض، ونتيجة طبيعية لواحدية المصير والهدف يرى اليمنيون ضرورة المقاومة وأهمية مشروع الوحدة والتضحية في سبيل ذلك مهما كلف الأمر، ويتجسد ذلك في كفاح أبناء الوطن اليوم شماله وجنوبه للتخلص من الرجعين الجدد، مستلهمين من ثورة النضال الخالدة مشاعل لمسيرة طويلة من الكفاح المسلح استمرت 4 سنوات اشتركت فيها قوى وطنية وسياسية عدة قدمت فيها قوافل من الشهداء الأبرار، كما تظل أكتوبر مسيرة نضال وطني
وملحمة ثورة غيرت حياة اليمنيين إلى الأبد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وسرني أن أرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف وضاح الحريري، مركز دراسات الرأي العام السياسية والأبحاث. أهلا بك وضاح. مرحبا بك سيدي الكريم، مساك الله بالخير ومسا الله المشاهدين بالخير والسرور إن شاء الله. يعني اليوم بعد أكثر من نصف قرن على ثورة 14 من أكتوبر وما يقاربها أيضا ثورة سبتمبر، يعني هل أنت مطمئن لما تم إنجازه حتى الآن من أهداف الثورتين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي تمر علينا يوم غدا الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر التي اندلعت شرارتها من قمم جبال الرخام الشماء عام 1963 بقيادة الشهيد راجح غالب لبوزة وزملائه، والجنوب يمر بمنعطفات اليوم وتقلبات عدة أبرزها ظهور المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أحدث تغيرا كبيرا في المشهد السياسي اليمني، وأصبح الطرف الأبرز في المحادثات أو السياسة اليمنية حاليا. ففي مثل هذه المناسبة الوطنية العظيمة بكل فخر معبرين عن أسفنا بحلول هذه الذكرى العظيمة، والبلد يمر بأوضاع اقتصادية مزرية وأزمة معيشية خانقة، لكن لقد ظلت يعني مثل هذا اليوم 14 من أكتوبر حدثا تاريخيا مهما لنا بالشمال وفي الجنوب، وفي مثل هذه الذكرى الوطنية الأكتوبرية لهذا العام جعلتنا نتفاعل كثيرا ولم تمنعنا الظروف الصعبة التي نعيشها في كل الجوانب من استقبال الذكرى 56. وضح اليوم أيضا نحن في مفترق طرق، يعني اليوم البلد يعني ما بين أن تمضي في طريق الصراع وطريق اللا عودة أو تدخل في تنسجم في حوار من أجل الحل، من أجل التوافق، من أجل التقارب، من أجل اليمن. يعني إلى أيهما تميل؟ يعني أيهما تجده أقرب؟ بالنسبة إلى يعني الميل سياسيا أو كرأي، لا لا لا، يعني ما هي احتمالات أيهما ترجح احتمالاتك؟ احتمالتنا هو الحل السياسي يعني اليمني، والذي سيفضي إلى يمنان، يمن في الشمال ويمن في الجنوب. فلا يمكن أن تظل الوحدة اليمنية التي غامت في 22 مايو 1990 يعني هي الآن يعني ستجدد مرحلتها السياسية أو التعايشية بين الشعبين، فهذا أمر مستحيل. لقد عانى شعب الجنوب الأمرين منذ أن توحد مع الشمال في العام 1990 إلى يومنا هذا، وهو يعاني يعني كل الأصلاف التنكيل والتنكيد. ونستقبل اليوم الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر، وما زلنا نخوض قتالا في كافة الجبهات ضد المحتل الجديد المدعومة إيرانيا من جهة، ومن جهة أخرى ضد ما يسمون أنفسهم بالشرعية المتلبسين بغطاء الشرعية. سيناريوهات يعني متشابهة في الأطماع والممارسات والمصير المحتوم ضد شعب الجنوب، وطالما يعني لا تزال ثروات الجنوب محطة أنظار الطامعين والمحتلين والفاسدين. حقيقة لم تعد عدن مدينة بعد عام 1994 مدينة يعني مدينة السلام، وإنما أصبحت عدن في يعني في غبضة السياسيين الذين يبيعون ويشترون الوطن منذ فترة طويلة. نعم، شكرا جزيلا الشكر وضاح الحريري، مركز دراسات الرأي العام السياسية، كنت معي عبر الهاتف. أعود لك فتحي. و طبعا يا أستاذ عبد الولي، ولو أقطع كلامك، هي البلد ضاعت بسبب المزايدة السياسية. يعني الأخ وضاح يتحدث عن الانتهاكات التي حصلت منذ 1990 ومش عارف إيش. أنا أقول له مثلا، أرد عليه بالأرقام، مثلا عدد الأراضي التي نهبت خلال 4 سنوات في عدن
التي نهبت في عدن وعلى يد هؤلاء أنفسهم الحاكمين لعدن يضاهي 20 مرة أو 30 مرة الأراضي التي نهبت من 90 إلى 2015. عدد الأشخاص الذين قتلوا بيد القوات الأمنية من 90 إلى 2015 لا يساوي 1% من عدد الأشخاص اللي قتلوا خلال 4 سنوات مضت في عدن. عدد معتقلي الراي والمداهمات من 90 إلى 2015 لا يساوي 1% من عدد المعتقلين والمضطهدين منذ 2015 إلى 2019. كل الأخطاء التي مورست من 90 إلى 2015 لا تساوي حوالي 5% من الأخطاء التي مورست خلال 4 سنوات. بالتالي هي ضاعت البلد بسبب المزايدة السياسية. هو يتحدث أنه نعم هناك أخطاء مورست بعد 94، هناك انتهاكات، هناك مظالم، وهذا أمر لا يستطيع أي شخص أن ينكره. ظلم الجنوب، نعم لا خلاف على هذا الشيء، نهبت ثرواته، نعم، لكن ما حدث في عدن خلال 4 سنوات يشيب له الولدان الأمانة. فما يجيش واحد يزايد لك يقول لك ما انت نحن نعرف أخطاء. انت ايش عملت اساسا في عدن خلال 4 سنوات؟ انت دمرت وسرقت ونهبت وقتلت وقصيت وكنت للاسف شديد يعني مارست كل الاشياء القذره. فما يجيش تتحدث انه كان الوضع سيء. ايوه كان الوضع سيء، لكنك انت جبت وضع اكثر جحيما من الوضع السيء. بالتالي الناس والبلد ضاعت بسبب المزايده السياسيه. كل الاطراف. طيب. نحن لا 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 نقول ان الوضع كان وردي قبل الحرب او حتى قبل الحراك، لا، الاخطاء موجوده والمظالم موجوده، وكان هناك ايضا كل الاطراف، كل الاطراف ايضا معالجه، كل الاطراف تدمر عدن. صحيح. كل الاطراف تنهب عدن، كل الاطراف تسرق عدن، كل الاطراف تقصي ابناء عدن، كل الاطراف تمارس الانتهاكات في عدن. لكن فارق ما وجود الدوله هو وجود الدوله بالضبط. هو الفارق. نحن بحاجه إلى وجود دولة تضمن حقوق الناس. كانت هناك أخطاء تعالج فتيل من قبل. نعم يعني كانت دولة. أنا أتذكر أنه ما يتعلق بالعسكريين صرف 51 مليار من خزينة عظيم الدولة. لكنها جاءت بعد سكوت طويل وتحرك. صحيح. كان يفترض أنه بعد 94 حالة الإقصاء تتوقف، حالة المظالم تتوقف، بدل من أن ينزل الناس إلى الشارع. كان هناك أيضا كما تفضلت أنه البعض كان يزايد، لكن عندما أصبح في السلطة لم يتحرك لحل مشاكل البقية أو أنه يعطي حتى جزء بسيط من الحقوق التي يفترض عليه. بالضبط. يعني أنا أقول لك مثال بسيط. يعني كنا نتحدث، هات لي متر واحد في عدن حاليا شاغر، لا حديقة، لا مؤسسة، لا مسجد، لا أراضي، لا روضة أطفال، ولا أقسام شرطة، كل الأراضي تم نهبها. يعني عدن كان فيها نهب أراضي، وهذا أمر لا أستطيع أن أقول لك ما كانش، لا كان فيه نهب صحيح، بس مقارنة بما يحصل اليوم وضع مزري جدا. فبالتالي ما تجيش وأنت صاحب نموذج عفن وسيء تتحدث وتقول للناس أنه كان النموذج السابق سيء، ما أنت نموذج أسوأ منه بألف مرة. أنا لما أنجح وأقدم نموذج إيجابي من حقي أن أقول عن الطرف اللي قبلي صحيح. هذا نموذج سيء، هذا لا يحق للناس أن تؤمن فيه، ولا يحق أن يتحدث عن لكن أنا صاحب نموذج سيء ثم أجي أتحدث أنه كان لا تناع عن خلق وتأتي مثله. بالضبط. اليوم الناس يتطلعون إلى حلول، برأيك من أين سيأتي الحل؟ يعني لدينا مبعوث أممي يبدو أنه غارق في ملف الحديدة، هو كأنه مبعوث إلى الحديدة فقط، إلى تهامة، لا يتدخل بأي شأن آخر، لا علاقة له لا بتعز لا بعدن لا بما جرى في الجنوب، محافظة الجنوبية في الفترة الأخيرة. لم يحرك هذا المبعوث أو يكلف نفسه حتى أنه يبحث مع الأطراف حتى وقف الإطلاق النار، حتى التهدئة أو شيء من هذا القبيل. كل ما فعله هو التعبير عن القلق. هل الأطراف الخارجية هي من ستقدم الحل لليمنيين اليوم؟ يعني ستوكهولم هل هو حل؟ يعني ما من أين سيأتي الحل؟ شوف الناس شوف يتطلعون. هل مجلس النواب الذي استبشر البعض به بأنه سيحل برضو مشاكل اليمن أو يسهم في إيجاد توافق ومن ثم اختفى عن المشهد، من أين سيأتي الحل؟ شوف يا عزيزي، اليمن والحكومة الشرعية بشكل عام هي بحاجة إلى مشاركة حقيقية لكل الأطراف، لنعتبر مثلا أن الحكومة الشرعية هي الممثلة لليمن بشكل عام. بشكلها الحالي هي ينقصها تمثيل كبير لكل الأطراف، ينقصها تمثيل حقيقي للمؤتمر، ينقصها تمثيل حقيقي للحراك،
حتى الانتقالي حتى لكل الأطراف، إذا أردنا فعلا أننا نكون أمام حكومة شرعية معبرة عن جميع الناس. الحكومة يجب أن تفتح أبوابها أو مشاركتها لكل الأطراف السياسية، ومن ثم كل طرف سياسي يؤمن أنه في منظومة سياسية واحدة، في مشاركة سياسية واحدة، وينطلق الجميع من عدن أو من أي منطقة يتفقون عليها، ومن ثم تنطلق العملية السياسية التشاركية حتى مع الحوثي، حتى مع كل الأطراف، يجلس الناس إلى طاولة حوار واحدة ويتفقون على حل سياسي واحد. غير الحل السياسي للأسف شديد، 4 سنوات ونحن نعيش، وأنت صحفي وأنا صحفي، ونحن نقرأ أو ننشر أخبار للناس أنه تمت السيطرة على بلدة الفلاني، تمت استعادة السيطرة على كذا، فصرنا رايحين جايين ذهابا وإيابا طوال هذه السنوات. بالتالي هي كمرحلة لابد أولا من توازن القوى العسكرية، ومن ثم ينخرط الناس في حوار، لكن في وضع استقواء بالسلاح لا تستطيع أن تفرض على الطرف الآخر حوار. ما هو الحوثي مش مستقوي بالسلاح إلا لأن الطرف أو المعادلة مخلة يعني. يعني نحن نتحدث عن انقلاب حوثي مثلا، عندنا صراع في عدن، الناس يتقاتلوا داخل عدن، الناس يتقاتلوا داخل شبوة، كيف بتسقط الحوثي؟ يعني منظومتك مختلة أساسا. يعني كل الأطراف هذه مش مرتبة. لو قدم نموذج جيد سيسقط الحوثي. بالضبط، الحوثي لن يسقط أو لن يذهب من داخل. أيوه، الحوثي لن يسقط على أيدي الناس، الحوثي سينتهي، لن يسقط ولن يذهب إلى حوار سياسي إلا متى ما كان الطرف الآخر قوي. صحيح. مرتب، له أهداف معينة، له سلوك منضبط في أدائه السياسي. لا، الرئيس خارج البلد، الحكومة خارج البلد، الوزراء خارج البلد، كل السياسيين خارج البلد في المناطق المحررة. طيب. من الذي عاد ممكن أنه يحرك أي ملف من الملفات؟ بالتالي نحن بحاجة إلى جهود وطنية متساوية متعاضدة نحو انه يتحرك الملف السياسي. نعم. وتصل الناس الى تسويه سياسيه تضمن الانطلاق بعمليه السلام. الا اسمح لي ارحب بالكاتب والمحلل السياسي محمد بالفخر. مساء الخير محمد. اهلا وسهلا. يعني اليوم يجمع اليمنيون هذه المره على جمهوريه مكتمله الاركان، لا مكان فيها لعنصريه او طائفيه او حقد. هل الملعب السياسي مهيئ ل حل الأزمة والخروج من هذا النفق المظلم؟ والله أولا أحييك وأحيي ضيف الكريم الأستاذ فتحي بالأزرق ومشاهدي قناة اليمن اليوم. طبعا في النوايا الصادقة وتخلى الكثير عن أنانيتهم التي أوصلتنا إلى هذه الأنفاق المظلمة. قطعا هناك حلول كثيرة لحلحلة الكثير من الأزمات التي وصلنا إليها نتيجة تخبطات متعددة، هي ليست وليدة اليوم بل هي من عقود مضت. يعني فإن وجدت النوايا الصادقة ووجدت الجدية أن نخرج البلد من هذه الأزمات ومن هذا الحضيض الذي وصلنا إليه، الذي لم يهددنا فقط في حاضرنا بل يهدد مستقبل الأجيال القادمة، أن تصبح اليمن في مهب الريح نتيجة سياسات متعددة وأخطاء متعددة لسياسيين كثر والتحمت بهم الساحة السياسية من أطراف متعددة وتقاطعت خلالها أجندات أخرى لها مصالحها في اليمن أن تبقى بهذه الصورة أو أن تحقق من خلالها أمور تحقق لذاتها ومكتسبات تحققها من خلال ضعف اليمن وهوانه، وأن يبقى في هذه الدائرة المغلقة وما وصلنا إليه. هل النوايا وحدها تكفي أستاذ محمد؟ لا، ليست النوايا وحدها، إذا وجدت النوايا الطيبة ووجد العمل الجاد على أن نخرج. يعني لو كانت النوايا طيبة ما وقعت أزمة ولا وقعت حرب. هو هذا الذي نقوله، لكن الذي حصل قد حصل الآن. الذي حصل قد حصل والجميع احتوى بهذا النار، فعلينا كيف أن نخرج من هذا من هذه الأزمات. لكن لو بقي الجميع كل متشبث براية وكل متشبث بموقفه وكل متشبث بأجندته التي يريدها، سنبقى في نفس الدائرة يعني. لكن أن حسن النوايا ابتداء إذا وجدت الثقة وتجددت بعد ذلك
تبدأ الخطوات الأخرى، كيف نخرج وكيف نخرج؟ هذه علامة استفهام كبيرة يحتاج تحتها أيضا خطوط طويلة وعريضة، على ضوئها لابد من مسارات محددة وواضحة. الجميع إذا كان جاد بأن يخرج اليمن منها سيخرج قطعا. نعم، إن شاء الله تتوفر هذه النوايا الحسنة ويتوفر معها لكن أستاذ محمد، من المؤهل اليوم للقيام بدور التسوية السياسية وقيادة البلد للخروج من هذا النفاق؟ والله عملية المؤهل هي لن تقتصر على كيان معين ولا حزب معين ولا طائفة سياسية بذاتها. في كل عنده جزء من الحقيقة، وكل عنده جزء من الأخطاء، وكل عنده أيضا جزء من مما يريد من أجل مصلحة البلد. لكن أيضا هناك أحيانا تكون الشك والريبة لدى كثير من القوى السياسية في بعضها البعض، هي ربما أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. لكن بشكل عام أن يكون هناك شيء، نحن في مخرجات الحوار الوطني الذي أجمع عليها معظم اليمنيين، هذه جزء من الحل. فلو تحققت هذه على الأقل على الواقع الملموس الآن، قطعا ستخرجنا إلى طريق للحلول والاستكمال الحلول الأخرى فيما لم يتم تداركه في مؤتمر الحوار الوطني. فهذه الشرعية موجودة برئيسها بقيادتها من خلالها، هي يعني أن نقول أنها هي حبل النجاة الآن لنحل الأزمات، وبعد ذلك تأتي بقية الأمور خطوة خطوة. هذا الذي أراه يعني. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد بالفخر الكاتب والمحلل السياسي. إذن الناس بحاجة إلى إجماع أولا للخروج. كنا يعني نأمل أنه كما يعني أن يكون هناك مجلس سياسي يجمع كل الأطراف السياسية. استبشر الكثير بمجلس النواب أنه يمثل كل القوى السياسية. صح. اليمنية، وبالتالي من خلاله يتم الحوار السياسي. نتمنى أيضا أنه، لكن للأسف الشديد لا، حتى الآن ما فيش أي حوار سياسي، بالعكس ربما هو صار جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. ما يتعلق بالإدارة العمليات العسكرية، ألا تعتقد أنه نحن بحاجة إلى نوع من التنسيق؟ يعني عندما تتحرك مثلا جبهة الحديدة تتوقف كل الجبهات. بالضبط. عندما تتحرك ثورة في حجور تتوقف كل العمليات العسكرية من حولها ومن جانبها. ما الذي يجري؟ نحن بحاجة، ألسنا بحاجة إلى مجلس عسكري أيضا ينظم هذه العمليات ويوجهها في المكان الصحيح ويحرك القوات في وقت واحد؟ هذا يعني إن كان لدينا نية. بالضبط. شوف، قبل أن يتوحد اليمنيون أو أطراف المناوئة للحوثي، نحن بحاجة لتوحيد أهداف التحالف نفسه. التحالف نفسه الأهداف الأمانة، يعني كل دولة من دول التحالف. هل كل الأهداف ظاهرة أم في أهداف؟ لا في أهداف خفية وفي أهداف ظاهرة. لكن مثلا الطرف الإماراتي في التحالف العربي هو يعني ليس من مصلحته أن تتحرك جبهتنا، وهو يرفض لأنه باعتبار أن الإصلاح مسيطر على الجبهة. في الحديدة كانت القوات المشتركة على بعد أقل من 2 كيلو أو 3 كيلو عن وسط المدينة، وهذا أمر يعرف الجميع. على من الحديدة؟ فالطرف السعودي الآخر كان يرفض إسقاط الحديدة بحجة أنه ربما تذهب إلى قوات طارق صالح أو خلافة أو المطور الشعبي العام. إذن لدينا أهداف متباينة ضمن إطار التحالف نفسه. خدمت الحوثي وعطلت الحسم، وهذا أمر يعرفه كل اليمنيين. صحيح. النقطة الثانية أنه تعز أيضا تعز صراع ما بين الإصلاح والسلفيين وخلافة. التحالف نفسه منقسم داخليا، وبالتالي أيضا أطراف التحالف اليمنية هي منقسمة على نفس الانقسام. سألت قلت لك هل العملية تدار برأسين؟ قلت لي بالضبط. نعم، هي أكيد تدار بأكثر من رأس، كانت تدار بثلاثة رؤوس أو ربما أربعة، وصارت برأسين، وربما قريبا ستتحول إلى رأس واحد والحبل على القرار. إذن نحن بحاجة أساسا إصلاح منظومة الشرعية التي تحارب الحوثي أو تناوئ الحوثي. متى ما أصلحنا هذه المنظومة، متى صار لها هدف معين، تركيز معين، أعتقد أنها ستنجح. لكن أنها تمضي
ضمن أهداف مختلفة وضمن توجهات مختلفة؟ مثلا ما الذي ذهب بالتحالف إلى سوق قطر؟ يعني سؤال يطرحه كل اليمنيين، يعني هل هناك خطر حوثي؟ هل هناك خطر إيراني؟ هل هناك؟ للأسف شديد لا يوجد شيء، لكن التحالف ذهب إلى سوق قطر وافتعل مشاكل كثيرة ومؤلمة لليمنيين، وبالتالي انصرفت الأنظار من الذهاب إلى صنعاء إلى الذهاب إلى سوق قطر، الذهاب إلى المهرة، الذهاب إلى عتق، الذهاب إلى عدن. التحالف والمنظومة الشرعية بشكل عام فتحت لليمنيين جبهات داخلية، يعني غيرت الموجة من تحرير صنعاء إلى تحرير عدن. اليوم صار المطلب الأساسي هو تحرير عدن لدى الكثير من الأطراف. صار لدينا عاصمة للشرعية في عتق، وصراع في زنجبار، وصراع آخر في عدن، صراع في الحديدة، صراع في تعز، صراعات متعددة لا أول لها ولا آخر. كانت كل هذه الصراعات من السهل جدا تجاوزها عبر تنسيق بسيط، توحيد الأهداف، تأجيل الأهداف الخاصة أو المطامع الخاصة إلى ما بعد الحرب. يعني قصة الخلل في الشرعية وفي منظومة التحالف أمر لا يمكن إنكاره من أي طرف، وبالتالي فالحوثي هو استفاد فقط من كل. هل نتوقع مثلا دور من المبعوث الأممي مثلا؟ المبعوث الأممي للأسف شديد انحصر مثل ما أنت أسلفت أنه دوره في الحديدة واتفاق أستوكهولم والخلاف حول الحديدة هذه مشكلة حوثية. بالضبط، فصار المبعوث الدولي مع أنه مهمته أوسع نطاقا، مهمة المبعوث الدولي هو البحث عن مشاكل، عن حلول لمشاكل عدن، عن حلول للصراع الحاصل في عتق. مبعوث إلى اليمن كان يفترض أنه يسعى إلى حل المشكلة حتى الدائرة بين أجنحة التحالف والشرعي نفسها، لكن للأسف الشديد المبعوث الدولي صارت مهمته مركزة على اتفاق أستوكهولم، تقدم تأخر. نحن بحاجة إلى أيضا تدخل دولي يحرك الملفات الداخلية، لكن في الأخير الدول لن تفيدك أكثر إذا لم تتحرك أنت، إذا لم يكون هناك، إذا لم تساعد نفسك، إذا لم تساعد نفسك أنت لن يتحرك العالم. في الأخير العالم منشغل بصراعات أكبر منك، وصراع كذا ربما يدخل في إطار الصراعات المنسية والصراعات المنسية. هل حقا ستتوقف الحرب قبل نهاية العام؟ أنا شخصيا لا أعتقد. كان هناك تصريحات أمريكية، وحتى إن حدث هذا الشيء فهو يعني سيكون توقف عبثي دون الوصول إلى أي حل. إلا إذا مثلا جنحت الأطراف اليمنية أو تركت للسلام فيما بينها، فأعتقد أنها ستنجح. لدينا اليوم مثلا، وأنا أحدثك، لدينا تحرك في تعز لفتح معبر أو طريق الحوبان. هذا دليل أن الأطراف اليمنية ربما وصلت إلى قناعة تامة أنها يجب أن تتحرك لمساعدة نفسها بنفسها، لازم يكون هناك وهذا ما يجب أن الأطراف اليمنية يجب أن تتحرك للتنازل لبعضها البعض، سواء كان الحوثي، سواء كان الإصلاح، المؤتمر، الحراك الانتقالي، الشرعية، كل الأطراف هذه يجب أن تتنازل لبعضها البعض للوصول إلى تسوية. إذن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في الختام لا سعني لأن أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي المعروف فتحي بالأزرق، رئيس تحرير عدن الغد، كنت ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. شكرا لكل التحليلات القيمة التي قدمتها في هذا اللقاء. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.